غزة. اليوم ناخذ تجربة preparation and standardization 0.1 normality HCL. طلبتنا الأعزاء بالبداية أول خطوة هي نقوم عملية وزن تحضير الـ Ni2CO3. نوزن هذا الواتش جلاس نخليه هنا ولازم هنا شنو نصفره مثل ما تشوفون هنا قمنا بعملية تصفير. هسه نجي نبدي نوزن. التوزين طبعا يكون باستخدام السباتشولا ممنوع لمس باليد. نبدي هسه نوزن 0.53 مثل ما شرحنا بالمعادلة شلون استخرجنا 0.53. مثل ما تشوفون هنا 0.53 طبعا ماكو اشكال اذا يصير 0.51 0.54 لان هاي صعب انه واحد يضبطه بسبب انه الوزن مالها جدا قليل وكذلك بسبب وجود هواء محيط بينا والافضل انه عادي 0.51 0.52 0.53 ماكو اي اشكال بسبب انه اخذنا 0.53 من خلال هاي المعادلة اللي سبقا شرحناها لكم ونزلت فيديو شرح توضيح هيها انه هي هاي 100 مل وهذا هو 100 مل اللي موجود عندنا تحتاجونه هو البيكر اللي يعني عملية الديسولف للصوديوم كربونات نقوم بها. من ضروري جدا ان الزجاجات تكون مغسولة بالبداية بالماء الاحتياطي وبعدين بالديسيلد ووتر نضيف كمية كلها طبعا كلها الكمية لازم تنضاف. عملية اذابة كمية جدا قليلة من الماء شيكينج بشكل بسيط جدا راح نلاحظ انه جميع المادة راح عملية الديسولفت بشكل كومبليتلي لازم تكون كمية أقل من المية يعني أنا كمية قليلة ليش؟ لأن أنا أساسا راح أقوم بعملية إكمالها بالفوليمتريك فلاسك باستخدام الميت مل يعني أوصلها للعلامة الميت مل فلذلك الكمية لازم تكون قليلة وهي جدا كافية لعملية الإذابة باعتبار الـ Ni2CO3 هو عبارة عن ملح. نقوم عملية الإضافة هاي الطريقة إضافة كمية جميع الكمية هنا لازم نرجع مرة ثانية نضيف كمية من الماء عشان نتأكد كل الكمية إجت انضافت هنا. نجي نضيف كل الكمية بشكل تام كامل على مود نتأكد انه كل الكمية ولا بأس انه نعيد هاي الخطوة مرتين واثنين وثلاثة. راح تلاحظون هذا الخط حتى هذا الخط لازم انه تكون عملية الإضافة وتوصيله. عملية تهم مثل ما تشوفون لاحظ هنا هاي آخر شيء نتأكد معناته يكون على كيف. على مود نسيطر على آخر كمية نقدر نستخدم الهيد مالته مال الفوليمتريك تاسك على مود تتم عملية الإضافة ونقدر نسيطر عليها بهاي الطريقة نضيف قطرة قطرة على مود نقدر نسيطر. هنا نبدي هسه آخر قطرات قاعد نضيفها على مود نتأكد ونلاحظ أنه الانحناء مثل ما شرحت لكم الانحناء تكون الكيرف هذا الانحناء تكون على الخط مباشرة. عملية الشيكينج مالته هاي الطريقة هاي طريقة خطأ وهاي طريقة خطأ هاي الطريقة هي صحيحة طبعا الإبهام هنا يكون موجود. عملية الشيكينج تتم هاي الطريقة. تحضير الـ HCL طبعا حضرنا الـ Ni2CO3 وهسه نبدأ بتحضير الـ HCL. نسحب هنا 0.8 مل لازم نسحبها لحد الـ 0.2 أنا مود أسحب 0.8 وهاي اللي وضحتها أكثر من مرة في هذا الخصوص وراح أخلي هنا توضيح على مود تكون واضحة أمامكم إنه ليش الـ 0.2 نقوم بعملية السحب مثل ما تلاحظون نسيطر عليها. نزل هنا كمية 0.8 كلها مثل ما شفتوا الإضافة لازم تكون ديما داخل الهود يعني بالهود مفروض تضيف ليش؟ لأن بي ايفابوريشن وهاي الأبخرة اللي تطلع من الـ HCL هي أبخرة خطرة لذلك باستخدام الهود نقدر نقوم بعملية الإضافة. هنا نكمل للعلامة باستخدام ديستلد ووتر. الطريقة السابقة أيضا كملنا للعلامة نجي عملية الشيكينج هاي الطريقة مو بهاي الطريقة ولا بهاي هاي كلها خطأ إنما بهاي الطريقة هي الطريقة الصحيحة. عندنا HCL Ni2CO3 صحنا وانه fill the burette with HCL لكن قبل هاي الخطوة لازم نسوي washing element للبيورته. اول شيء washing بيمن البيورته نفتحها منها washing بيمن بالdistilled water ينزل منها بيورته باي HCL اللي قمنا بعمليه البريبيرد له الاضافه هنا كميه جدا قليله غايه من عتها على مود نتخلص من جزيئات الماء اللي بقت.
اليورس الى حد العلامه صفر، اما العلامه صفر او اي علامه الهاي اللي موجوده مثل ما انا وضحت لكم الفيديو السابق وشلون لازم نسجلها. بس هنا نبدي نضيف نشيل الفانل، وهذا خطوه جدا مهمه. نجي نقرا هنا القراءه مثل ما تلاحظون، انا مثل ما وضحت لكم هسه هاي 5.8. شلون حسبناها؟ حسبنا من خلال الخطوط اللي موجوده، هاي الخطوط اللي تشوفوها كل خط يمثل 0.1 5.1 الى 5.6 الى ان نوصل الى الانحناء اللي هنا عليه. من صايره على 8، هاي الانحناء جوا على هذا الخط صايره، فهاي ركز عدل، خطوه لازم تكون عدله. هنا 5.8 ورقه القراءات جدا مهمه، هاي قبل عمليه التايتريشن، والفي 2 هي بعد عمليه التايتريشن. السلندر على مود نضيف 10 مل مثل ما مذكور بالبنزمائد 10 مل Na2CO3 2 كونيكال فلاسك. في البدايه شلون نقيسها؟ نقيسها باستخدام السلندر. هاي 10 مل كونيكال فلاسك، نتاكد ان جميعها نزلت. Two drops of methyl orange, اللي هو as an indicator. Two drops, just two drops. من يضيفون الانديكيتر مو يطيح على الجدران الجانبية، قطرتين فقط على يمن على العشرة من Na2CO3. هاي ملاحظة جدا تبولها. اللون اليلو الواضح بعد ما قمنا بعملية إضافة. هسه ننتقل إلى من إلى عملية التايتريشن. هنا نلاحظ انه لازم عمليه المسك تكون بهاي الطريقه، ايد منا وايد تقوم بعمليه الشيكينج، ونفتحها هنا بشكل تدريجي جدا بطيء، قطره قطره. هاي قطره قطره نبدي عمليه الشيكينج. لاحظ انه اللون مو كلش واضح، ممكن اذا الطلاب خاف نظره مو قوي، هذا ممكن انه على مود اللون وتشينج بالكلر يكون واضح، نخلي فد ورقه بيضاء اسفل، وتلاحظون ان اللون يكون بشكل اوضح. تلاحظون طلاب قطره قطره بشكل بطيء، ايد منا وايد منا، دائما تركيزك، لان ممكن خلال لحظات انه الكولر يتغير، يعني خلال قطره واحده ممكن يتغير، بمجرد انه يتغير سد الصمام. لا، لازم تتمتعون بالصبر والدقه على مود تكون النتيجه جيده. مثل ما تلاحظون هنا تغير لون، سدها بشكل سريع، سديناها ونكون مميز. نجي هسه نحسب هنا ال 14.8 مثل الطريقه اللي وضحتها لكم، من قراءتكم من الاعلى للاسفل وليس العكس. على الكيرف انا عندي واضحه هنا عندي 14.8، نكتب هنا الفي 2 اللي هي صارت 14.8. حساب الطلاب هنا 14.8 ناخذ الفي توتال المفروض نطلعها، طلعت 9 مل، وبالتالي عندنا الملاحظات او القراءات الاضافيه. النورمالتي مال Na2CO3 اللي هي 0.1 وحجمها 10 مل اللي تم استخدامه. القانون اللي هو ذاكر لكم بالمزمه، ومثل ما تعرفون الفي توتال هنا تعتبر اللي هي في 2 ناقص في 1 اللي هنا حسبناها. بالتالي يكون الناتج 0.11 نورماليتي، هو جدا قريب لل 0.1. اخيرا طلاب بعد ما تكملون جميع الادوات مالتكم لازم تتم عمليه الواشنج لها بشكل جيد وتعاد الى مكانها، كذلك الاوراق بالنفايات وكلها تراجع لمكانها، نفس التنظيم والترتيب اللي بديتوا به. شكرا لكم طلبتنا الاعزاء.